يا مساء الرضا والفل والجمال على حضراتكم مشاهدينا في كل القنوات المصرية. هو بعيد عن انه نجم نجوم السينما والمسرح والتلفزيون المصري وفي الوطن العربي كمان، بس هو كل البيوت المصرية بتحس ان هو واحد من افراد الاسرة بتاعتها، وده يكفي. يعني هو اصدق تعبير وتجسيد حي لمقولة من حب ربه حبب فيه خلقه. نجم نجوم مصر والوطن العربي، النجم الكبير قوي 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 من العلمين الجديدة لغاية أسوان، كريم عبد العزيز. حبيبي حبيبي يا ابراهيم، ومش عارف اشكرك ازاي على المقدمه الحلوه دي. لا يعني ده دي لا حاجة لا بسيطة جدا، لا ازاي بقى، بس ربنا فعلا يخليك، مفيش بيت في مصر إلا لما بيحس إن كريم عبد العزيز واحد من ربنا أفراد الأسرة. يديمها نعمه ويقدرنا على المسؤوليه. اللهم يعني آمين يا ده رب، شرف حبيبي، اللهم آمين تسلم يا لي. رب دايما. احنا مش قوي كده يعني، لا احنا والله والله العظيم، انت يعني والله انا انت عشان بقول لك، بتحبني. والله بقول لك اللي جوايا يا واللي رب جوه قلوب يخليك كل يا الناس. رب يخليك، واهلا بالساده المشاهدين. يا رب اهلا وسهلا. بداية، خوف كريم عبد العزيز من المسرح، وبعد 23 سنة من صح، بعد حكيم عيون، عيون صح. واللي انا سمعته النهاردة ان كان في توتر غير طبيعي انا كنت قبل عايز فتح امشي. والله انا سالتهم سؤال واحد، قلت لهم هو انا لو مشيت عادي؟ يعني كان الجمهور جه وقعد وكل حاجه، قلت لهم ما فيهاش حاجه. اصل المسرح يعني المسرح ابو الفنون، والمسرح ليه طبيعه خاصه غير السينما وغير التلفزيون. انت يعني مواجهه مباشره مع الجمهور. فيعني انت عارف لو المسرحيه بتعرضها 100 يوم، الخوف هو كل يوم، مهما مهما خبرات ومهما زي لعيب عدت الكوره سنين. كده ينزل الماتش اول 10 دقايق وبعدين يسخن جوه الماتش بقى، ياخد الفورمه بتاعت ياخد الارض. الفورمه ويبتدي يسخن. فلا يعني بس الحمد لله يا رب، يعني الحمد لله، اللهم لك الحمد، بسم الف الله ما حمد شاء الف الله. حمد. اول ليله عرض الدنيا زي الفل، والناس الحمد ماشيه لله يا رب، مبسوطه ومجبور خاطرها بالبلدي الحمد كده. لله، وشرفونا ونورونا، الحمد لله يا رب. استقبال بقى الجمهور المصري بعد عرض المسرحيه قبل كده في السعوديه، بس ايوه استقبال الجمهور المصري لكريم عبد العزيز ومسرحيه سندباد، وبسم الله ما شاء الله ولا حول ولا قوه الا الحمد بالله، لله يا رب، المسرح كومبلي الحمد لله. وثلاث ايام محجوزين. احساسك باستقبال الجمهور للروايه؟ اولا انا فرحان جدا جدا، انا بعرض في بلدي وفرحان جدا بمهرجان العالمين للسنه الثالثه تانية. الثانيه انا اسف. وكل سنه المهرجان بيتطور عن اللي قبليه في كل شيء، سواء في برنامج المهرجان، في تجهيزات المسارح، في الجرافيكس اللي بتحصل. يعني انا لسه متفرج على حفله لحبيبي تامر حسني من اربع خمس ايام، وطبعا كل الاساتذه مقصودش. حفله حلوه جدا جدا، فرحان ان انا بعرض في بلدي، وفرحان ان المهرجان كل سنه بيتطور، وفرحان جدا كمان ان التحالف اللي حصل ما بين مصر صحيح، والسعوديه، موسم ما الرياض بين المتحده وموسم الرياض. انا في الاخر ده بيصب في مصلحه المشاهد العربي. صحيح. يعني في الاخر كلنا انت بتقدم فن للعرب. ايوه، ففرحان بالتحالف، فرحان ببلدي. لا سنه حلوه ان شاء الله. التعاون ما بين المتحده والهيئه العامه للترفيه وموسم الرياض هينتج عنه اعمال اكثر لكريم طبعا عبد العزيز. طبعا طبعا ان شاء الله الفتره اللي جايه. وبعدين انت في الاخر لما تبقى بلدين بالعلاقات دي وبالتاريخ ده، ايوه، ده في الاخر بيصب. انت يعني زي ما تجيب فرقتين وتعملهم فرقه، اكيد المنتج هيبقى اكبر، اكيد هيبقى احلى في مصلحه المشاهد العربي، سواء لمصر سواء لاخواتنا السعوديين. صحيح، فسعيد وفرحان، ويا رب مسرح تاني بقى نشوف. ان شاء يعني الله يا رب. لفيت في العالمين؟ لفيت في العالمين طبعا. ايه رايك في المدينه؟ يعني كل انا اول مره كنت اجي السنه دي، وكل الناس اللي موجوده بتقول لي ان كل سنه عن سنه، يعني السنه اللي فاتت غير السنه دي، وبصراحه المدينه اكبر من تصور صح الواحد كان بيسمعه. صح هي يعني مش مجرد فنادق وشواطئ، لا هي مدينه. هي مدينه تعيش فيها طول السنه، ويعني وده هدف الدوله اساسا ان انت تقل. ايوه، انا يعني عندي وجهه نظر، الميه اللي موجوده عندنا دي مش موجوده في العالم صح. والله. يعني صفاء الميه دي وجمال الميه دي بخط من سيدي كرير بقى المطروح، انت ما عندكش. يعني ربنا دي نعمه علينا في بلدنا، ما عندكش الميه دي. كم المشاريع اللي معموله في العالمين، كم الناس اللي اشتغلت في العالمين. وانا يعني يا رب تبقى العالمين طول السنه بقى، يعني تبقى صيف شتاء، ان شاء واعتقد الله ده يا رب، ان شاء الله ده التوجه بتاعنا ان شاء الله. ان شاء الله يا رب. عايز اسالك على حاجه، ده فضول شخصي. اتفضل. البفته البيضاء اللي قدامنا اللي طالعه عند الناس طول الوقت، يعني اي حد بيشوف كريم عبد العزيز بيقابله في الشارع، بيتكلم معاه بعيد عن الكاميرات، بيشوفه في اي لقاء، بيشوفه في اي حاجه، بيحس ان في جوه كم سلكان الحمد لله وبفته يا رب، بيضاء غير طبيعيه. الحمد لله يا انت رب. بتعمل ايه؟ والله كنت مراعي امي، بس دي دعوات امي ليا الله يرحمها. ربنا يجعلها بس في الجنه ونعيمها يا رب. هقول لك على حاجه،
اول حاجه بتبان في الفنان جمهور اذكى جدا مما اي انسان يتخيل. ودايما نقول الشاشه فضحها او المسرح فضحها. اللي في قلبك بيطلع. انا راجل بشتغل وبروح وفي حالي وبس. بس يعني برضه انا لا انا عايز ادك والله ما ليها خلطه يعني عايز اصل بسم الله ما شاء الله ربنا يا رب يحفظك ويبارك لك ويزيدك ويحميك يا رب يخليك يا ابراهيم. يعني كم من نجاحات طبيعي البني ادم نفسه ممكن تلعب معاه شويه لعب. لا انت لا. حتى كمان الواحد بيحس ان الكلام طالع بجد مش يعني مش كلام منمق ودبلوماسي وحلو. لا يعني الكلام طالع من القلب فعلا. هقول لك على حاجه بصراحه. انا اساسا درس اخراج وانا متربي اساسا في بيت والدي المخرج الاستاذ محمد عبد العزيز. فانا مولود في السينما فانا عارف اهميه السينما، عارف دور السينما، عارف رساله السينما، الفن عموما بشكل عام. يعني خدت حصانه زي ما تقول كده، خدت تطعيم. وبعدين من الصغر شفنا اللي عمل كده راح فين واللي عمل كده راح فين. فيعني اتعلمنا يعني على قد ما بنقدر. لا ما بنتندهش. لا 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 لا. ايه الايه او الدعاء او الحاجه اللي بتقولها قبل فتح الستار او قبل حاجه مهمه، قبل يعني شغل مهم؟ فوضت امري الى الله ان الله بصير بالعباد. ده دي اللي بتحس ان الدنيا بعد كده. ورب اشرح لي صدري طبعا. وورد عايز اقول لك كنت حافظه من اخويا وصاحبي وحبيبي علاء ولي الدين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلاة عبد صلت حيلته ورسول الله وسيلته. وانت لا يا الهي ولكل كرب عظيم تفرج عنا ما نحن فيه بسر بسم الله الرحمن الرحيم. فانا فاكرها من يجمعنا معاه على خير. دي يعني دي صدقه جاريه ربنا يجعلها رب. لا علاء علاء يجمعنا معاه على الف خير. علاء اخوك وتبقى صدقه جاريه منك ان شاء الله الكل اللي بيسمعها ويرددها من بعدك يا رب الله. يا رب يا رب. عايز اعرف منك بعد ده اول شغل لكريم عبد العزيز بعد الحشاشين، وبسم الله ما شاء الله الحشاشين كسر مش بس مصر، الدنيا كلها الحمد لله رب. ايه بقى اللي جاي؟ هو التلفزيون يعني كنا بنحضر حاجة مع حبيبي واخويا الله يرحمه الأستاذ حسام شوقي والأستاذ فتحي إسماعيلي معنا معهم على الف خير يا رب، بس أجلناها للسنة الجاية بحكم الظروف. داخل فيلم مع دكتور بيتر. دكتور بيتر ميمي. دكتور بيتر ميمي طبعا حبيبي وحبيبي يا اخويا. داخلينه في شهر 9 وفي بقى مفاجات كبيره جدا جايه مش عايز احرقها. بس حاليا انا بحضر فيلم مع دكتور بيتر ميمي داخلينه في اول اسبوع في 9 ان شاء الله يا رب. ان شاء الله يا رب على خير. النهارده ليله افتتاح روايه السندباد. واحنا بنصور طبعا قبل ما تتعرض يعني، بس واحنا بنصور الاهلي ال20 الفوز متتالي كسب الدوري ال44. وبعدين جات لي معلومه ان كريم عبد العزيز النجم نجوم مصر الوطن العربي كان في فرقه كابتن صفوت عبد الحليم. انت عرفت المعلومه دي منين؟ انا لعبت في ناشئين الاهلي. لعبت 4 سنين مع كابتن صفوت الله يرحمه. الله يرحمه الله يرحمه طبعا. ده من عظماء مصر ملك النص. واحد من اعظم اللعيبه اللي جت في رقم 14 ده كان اتدربت مع كابتن صفوت 4 سنين. قعدت حوالي 4 سنين مش 3 سنين. اكيد جمهور الاهلي هيبقى عايز يسمع حاجه منك يعني عايز يسمع. انا اهلاوي بجنون وبقى اهلاوي حتى النخاع والعيله كلها. الاب والعم مع احترام الشديد والله وحب نادي الزمالك جدا وكل حبايبي يعني كل حبايب الزملكاويه على راسي، بس احنا عيله مجنونه اهلي يعني. طب مين انا هاخدك بقى في الحته بتاعتنا شويه الكوره مين بقى زملكاوي؟ مين اللعيبه؟ لا مين اللعيبه اللي انت بتحبها؟ اهلاوي بقى زملكاوي اسماعيلاوي اي حد؟ لا كتير دلوقتي وقبل كده. قول لي اللعيب اللي كريم عبد العزيز لما بيشوفه لا انا لازم اقعد اتفرج. زمان ولا دلوقتي؟ زمان ودلوقتي. كابتن محمود الخطيب طبعا. كابتن محمود الخطيب، كابتن طاهر ابو زيد. لا 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 مصر كبيره قوي في الحياه يعني. كابتن شوبير، كابتن مجدي عبد الغني، نجم العالم اللي مشرفنا في كل حته في العالم كابتن محمد صلاح. امام عاشور عامل شغل جبار. مجدي قفشه انا هنزل العب معاهم يعني ما تخلاش بقى ننزل نلعب مع الفرقه ده انا اضيعهم لو نزلت. انا نزلت. لا ده انت تكسر لا لا متهيألك لا كوره لا لا. ومش الزمالك بتحب مين من الزمالك؟ لا فرق. طب بحب شيكابالا من عظماء الكوره في مصر. بحب عمر جابر جدا. بحب زيزو جدا. لا كابتن حسن شحاته، كابتن فاروق جعفر،
لا يعني لا الزمالك كان هرب يطلع يعني قصة كبيرة برضه طبعا طبعا طبعا. طب عايز ارجع تاني للحتة الفنية والشغل مع نيلي كريم. نيلي من اجمل وانضف الشخصيات اللي مقتبلها في حياتي. وبعدين نيلي فيها ميزة نيلي واضحة يعني نيلي ما بتعرفش تلف ودور اللي في قلبها على لسانها ودي احنا لا يعني رابع مرة اشتغل مع بعض في لازلق واحد في لازلق اتنين عملنا اعلانات مع بعض والسندباد رابع او خمس عام رابع او خامس عامل خامس عامل لسه مخلص مسرحية والله بتكلم كتير فاعتقد ده خامس عمل انا ونيلي بحب الشغل جدا مع نيلي موضوع الكيمستري يعني مثلا دايما بنحس ان كريم عبد العزيز طبعا حافظ لقب نجم الكبير مع الاستاذ ماجد الكدواني في كيمستري يعني هل ده موجود يعني زي لعيبه الكوره كده في دويتو بيبقى مكسر الدنيا كلمتهم راكبه دي كيمياء بتبقى رباله يعني وساعات ده ما يركبش مع ده بس ده يركب مع ده طريقه كلامه طريقه تفكيره روحه بتتفق لا انا ماجد بينا كيمياء ماجد مش صاحبي ماجد اخويا وماجد عشره سنين ناس على فكره حابه جدا العلاقه اللي ما بينكم لا ماجد اخويا بجد يعني انا ماجد ده ربنا بعته لي من السماء ربنا يحفظه هو واولاده يا رب واسرته يا رب لا ماجد وبعدين 24 سنه مش صحاب اخوات فربنا يديمها نعمه اللهم امين يا رب بمناسبه ال 24 سنه انا نفسي اعمل مسرح مع ماجد لو يرضى والله يا نهار ابيض يلا يا استاذ ماجد والله نفسي اعمل معاك احنا فيها ويلا وفي العالمين الجديده والله يلا الدنيا طب بمناسبه ال 24 سنه ان شاء الله الاسبوع اللي جاي عيد ميلاد نجمنا الكبير حبيب الناس كلها كريم عبد العزيز ايه الحاجه اللي نفسك فيها؟ الصحه والستر ولادي يبقوا في احسن صحه واحسن حال وزوجتي وان على قد ما اقدر على قد ما اقدر ربنا يديني القدره ان افضل محافظ على حب واحترام هذا الجمهور العظيم اللي احنا شغالين له احنا بنشتغل لهذا الجمهور يعني انا هقول جمله وهي مش جملتي هي جمله الاستاذ الكبير الاستاذ عادل امام ربنا يديله الصحه ابونا واستاذنا احنا اللي بيصرف علينا شعب مصر يعني فاحنا بنشتغل للجمهور حياتنا للجمهور يا رب دايما ابقى عند حسن ظني انا وانتوا بتعرضوا لاعب بتفرج ومستمتع قعدت اقول يا نهار ابيض ده استاذ عادل ده لا لا يا نهار اسود لا لا يعني الواحد برضو لما بيقعد يتفرج على المسرحيه في البيت غير لما بيبقى بيشوفها لايف كم المجهود وان انت تبقى محافظ على نفس الريتم والمود مهما كان انت عندك مشاكل لمده سنين وكم سنة يا نهار ابيض كنت هقول ده بقى ايه ده وعلى مدار كام سنه ربنا يديله الصحه والعمر ده على مدار كام سنه سينما ومسرح يعني اسطوره من اساطير الفن اسطوره يعني الناس كلها متشوقه تعرف ولاد رزق اللي جاي يعني انت طلعت ما اعرفش انت شفت ده لايف ولا لا انت بجد وشك بس بان تسقيف سلطان الغور والله تسقيف بسم الله ما شاء الله في السينمات كلها الحمد لله يا رب اكن الفيلم لسه هيبتدي الحمد لله ايه بقى يعني ايه اللي هيحصل في ولاد رزق والله بص انا مش عايز احرق بس ادينا اي حاجه طيب متهيئ يعني على ما اعتقد ان هم يعني اعتقد يبقى في حاجه لسلطان الغور يعني معاهم ان شاء الله اعتقد يعني يعني انا كنت ضيف عليهم في الفيلم فلكن لا مش اي ضيف يعني اعتقد ان هيبقى سلطان الغور يبقى لي حته كده ان شاء الله قريب بس احنا يعني بكره السنه الجايه بجد والله بكره السنه الجايه ان شاء الله بعد فيلم دكتور بيتر على خير ان شاء الله يا رب السندباد بيلف كل حته في الدنيا لو كريم عبد العزيز ركب البساط السحري يحب يعيش في انهي عصر والله انا بحب الخمسينات جدا بحب الستينات جدا بحب افلام الابيض واسود مش هقول لك فراعنه بقى وكده يعني بقى يعني لكن بحب العصر اللي هو قبل جنون التكنولوجيا ده ايوه يعني انا مش مجنون سوشيال ميديا مهم وجدا وكل حاجه لكن يعني كنا اهدى سنه فاحب اعيش في الخمسينات احب اعيش في الستينات حلو كده كفايه مش بالنسبه للسوشيال ميديا انت مش متداخل فيها قوي مش متداخل ما فهمهاش قوي يعني انا عايز اقول لك وحياه ربنا لحد النهارده لو انت قلت لي اعمل لي منشن او تاجرك ما اعرفش انت خد اعمل لنفسك خد انت اعمل انا اعمل لايك لكن انا لايكات انا معاك فيها لكن منشن وتاج والله ما افهم ما بفهمش يعني ايه منشن وتاج يعني في ناس ما عندي مسؤوله هي اللي ماسكه لي الفايل ده بس بعمل لايكات كده لايكات تمام غير كده
احنا متشرفين بوجودك في العالمين الجديده، متشرفين بمسرحيه السندباد. ربنا يخليك، انا اللي متشرف ان انا معاك. اللي بديت بيه هو اللي هختم بيه، ربنا يحبب فيه خلقه اكتر واكتر. ربنا يخليك. كل الناس بتحبك وبتحترمك، ودي حاجه يعني ده ميكستشر كده ما بيبقاش سهل انه يحظى بيه اي بني ادم. ربنا حباب نعمه الشهره في اي عمل ان كان هو ايه. فربنا يكرمك ويسعدك، نورت الدنيا ونورت العالمين، ويا رب كل سنه نتقابل يبقى في نجاح رب اكبر من اللي قبليه. ده انا اللي اتشرفت ان انا كنت معاك يا استاذ ابراهيم، وانا بحبك من زمان. ربنا يعزك. وبحب اخوك، انا اعرف اخوك قبلك. طبعا استاذ اسلام يعني اعرفه قبل ما اعرفه. بس النهارده انا اتشرفت بيك، وانا مش عارف شرف ليا والله. اشكرك ازاي على كلامك الكبير. شرف ليا والله، وده اقل من حقك. وانا اكني اعتبرني كده ايه، مرسول جاي من الشعب المصري بيقول لك الكلام اللي في قلوبهم. ده فوق راسي وشرف. ربنا يعزك ويحفظك ويحب فيك خلقه دايما اكتر واكتر يا رب. اللهم امين. نورت الدنيا حبيبي، منوره بيك. شكرا وصول لحضراتكم على المتابعه، ونشوفكم باذن الله على الف خير.